And now that she's retired, she's volunteering for our campaign. This woman never quit. هذه المرأة لا تستسلم. وآيلين، نحن فخورون لانضمامك إلى فريقنا. I am grateful to all of the elected officials. أنا ممتنة لجميع المسؤولين المنتخبين والمفوضين مارتن كاوني و سانت لوسي. For all you do for the community, but لما تقومون به لصالح المجتمعات المحلية، ولكن أيضا لما قمتم به في هذا الصيف من ناحية تصفية المياه من الغاز المسال الذي جعل الحياة صعبة في هذه المنطقة. إنها مشكلة معقدة خطيرة في هذا الساحل، وهذا تذكار يدفع بنا للتفكير في أهمية القيادة. لذلك أشكر جميع القادة لالتزامهم. 39 يوما تفصلنا عن 8 نوفمبر. 39 يوما فقط لهذه الانتخابات الأهم في حياتنا. يجب علينا أن نحسب جميع الأيام، ويجب أن نجتذب الناس لكي يسجلوا، لكي ينتخبوا، ولكي يلتزموا بالإقبال على التصويت. يجب علينا أن نعزز من الأسر ونضمن سلامة المجتمعات المحلية، وليس فقط سلامة وأمن أولئك الأثرياء. وفي خضم التغطية والكر والفر وأيضا الخطابات، هذه الحملة تنحصر في سببين أو في نهجين مستقبليين. ما هو مستقبلنا وكيف يمكن جعله واقعا؟ كما قلت في المرة الماضية، هل رأيتم المناظرة؟ حسنا، كما قلت لدي حفيدين وهما أروع حفيدين. لا أريد أن أسيء لأحفادكم طبعا، ولكن أحفادي الأروع صبي وبنت. أنا أفكر في مستقبلهما، وأنتم لاحظتم طبعا أن خصمي لديه أفكار مختلفة بشأن كل شيء، ربما إذا ما نظرنا في التفاصيل. نحن نختلف فيما يمكن أن نعتبره أمريكا وعظمتها. أعتقد أن أمريكا عظيمة ولا تريد أن تكون عظيمة مرة أخرى، ولكن هناك اختلاف مرتبط بجعل هذه البلاد أعظم، وهناك اختلاف بشأن سؤال أساسي: كيفية إحراز التقدم. خصمي يؤمن بما يسمى الرجل القوي ونهجه في مؤتمره في المنبر. تحدث عن أمريكا كونها معطلة وكونها مكتئبة، ولكن أنا أنظر إليكم ولا أرى هذا أبدا. وهذا لا يمثل أمريكا الصلبة القوية الحيوية التي أعرفها، وهذا ما قاله: أنا شخص وأنا بمفردي يمكن أن أصلح العطب، أنا بمفردي يمكن أن أصحح هذا المسار. هذه هي طريقته، شخصيته، وكأنه رجل لا رجل سواه. ولذلك هو معجب بالطغاة كفلاديمير بوتين. ولكن التغيير لا يحصل وفقا لمنهج ترامب، وفقا لمنهج الرجل الواحد، حتى لو كان قويا، رئيسا قويا. أمريكا
أنجزت بسبب تضافر الجهود، وكل هذه الإنجازات بالفعل تحققت بسبب تضافر جهود جميع الأمريكيين. الأمر غير مرتبط فقط بالأثرياء والأقوياء، ولكن نحن جميعا نرى هذا في كل يوم في أمريكا، وأنا أعلم أن كثيرا منكم كانوا جزءا من هذه الإنجازات. ربما علمتم الأطفال كيفية القراءة، أو ربما نظفتم الساحل أو الحديقة، أو ربما اشتركتم في طابور لخدمة أولئك الذين يعانون من السرطان، أو ربما وفرتم الغذاء للآخرين. بغض النظر عما قمتم به، ولكنكم تخدمون مجتمعاتكم المحلية، وبالتالي تخدمون الولايات المتحدة الأمريكية. فكروا في حيواتكم، لقد قمتم بخدمة ما في وقت ما، وفرتموها لشخص ما. وسبب معرفتي بذلك أن عشرات الملايين من الأمريكيين يقومون بالتطوع، لديهم روح التطوع في بلداتهم في كل سنة، وهذا هو الأمر المميز المرتبط بالشعب الأمريكي. نحن منجزون، نحن لا نهز بأكتافنا ونقول أنا لا أدري، ونحن لا نقف على الحياد ولا نلوم الآخرين ولا نجد كبش فداء لكي نلقي باللائمة على الآخرين. نحن نقوم بالأمور وننجز ونتطوع ونقوم بخدمة المجتمعات المحلية. هذه هي القصة الأمريكية منذ بداية نشوء هذا البلد. وبالنسبة للأمريكيين جميعهم وبما ذلك أنتم، خدمة الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بالخدمة الوطنية أيضا، الخدمة في الجيش. هذه هي الخدمة الأجل، ونحن ممتنون أولئك العاملين في قطاع الجيش وللمخضرمين منهم، للشابات والشبان ولأسرهم أيضا. ولكن الخدمة الوطنية أشكالها مختلفة، وأنا أؤمن إيمانا راسخا بأنه في كل مرحلة من حياتنا توفر لنا هذه المراحل فرصا، من الطفولة مرورا بالكهولة وصولا إلى الشيخوخة. لدينا أشخاص من أمريكور معنا اليوم في هذه القاعة، زوجي أسس هذا البرنامج في عام 1993. وأقول لكم ولغاية هذا اليوم، هذا هو أكثر الإنجازات التي يفخر بها، برامج البناء والاستجابة للكوارث الطبيعية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين. وفي الأسبوع القادم في 7 أكتوبر، أمريكا سوف تحتفي بمعلم مميز، الوصول إلى 1 مليون عضو في هذا البرنامج. أقول لكم بيل متحمس بهذا الشأن، وأنا أيضا. وبالمناسبة، أميريكور قسم مميز، ويبدأ بالتالي: أنا سأقوم بإنجاز الأمور من أجل أمريكا. هذا عظيم، أعتقد أن هذا الشعار يجب أن نطبقه على جميع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا لدينا هنا أشخاص من سيتير، وهذه جزء من أميريكور، وفي كل يوم يعملون مع أشخاص يرشدونهم، لا سيما الطلبة الذين يغادرون مدارسهم. نريد منهم البقاء في المدارس، وبالتالي نحن ممتنون لأولئك العاملين في هذا البرنامج، البيس كور، وهذا برنامج آخر. لدينا أشخاص يمثلونه هنا،
هؤلاء المتطوعين يدرسون الإنجليزية في كوسوفو وأيضا يدعمون المزارعين في النيبال وأيضا يوزعون اللقاحات لقاحات ضد الملاريا في أوغندا. رأيت بالفعل نتائج هذه البرامج لأنها تعزز من أمن الناس وسلامتهم في أرجاء معينة في العالم. ربما لم تكونوا جزءا من هذه البرامج ولكنكم تخدمون بلدكم بطرائق مختلفة. ربما تطوعتم في مدارسكم أو معابدكم أو كنائسكم، ربما من خلال مؤسسات مختلفة حصلتم على فرص، لأن الأمريكيين يؤمنون بالخدمة وهذا جزء من إيماننا. تيم كين في هندوراس مع اليسوعيين كان شابا وتطوع وغير من ذلك حياته. وتشيلسي وأنا وفي كل فترة عطلة نعمل في مكان نوزع فيه الطعام للفقراء والمشردين. هذا يجعل المرأة سعيدا عندما يتطوع في أمر أكبر منه. إن العمل والتطوع والصدقة وأيضا مساعدة الآخرين أمر جيد للغاية. وهنالك أيضا أمر في هذا المقام، إن الخدمة تجعلنا أسعد وتجعلنا أكثر صحة. وهناك دراسات تقول ما قلت وتساعدنا أيضا في الوصول إلى فرصة عمل، وهذه هي فكرة جيدة سديدة يمكن اتباعها. الخدمة أيضا توفر لنا شيئا ثمينا. في غالب الأحيان نحن الأمريكيون نبتعد عن بعضنا البعض، وأعتقد أن هنالك الكثير من الناس يشعرون بالتشنق والتقوقع. من السهولة بمكان أن نتحدث مع الشبيهين، مع من يشبهنا ومن يقرأ ما نقرأ، وهذا مفهوم الطيور على أشكال تقع كما يقال. ولكن هذا يفضي إلى التكلفة لأن الاختلافات تتوسع وتتوسع بين المختلفين وتسويتها تصبح صعبة. هنالك الكثير من الأماكن، وبغض النظر عن الخلفية العرقية والوطنية ومشاكل ذلك، فإنهم يلتئمون. والخدمة هي تجمع الكثيرين، تجمع المختلفين، لأنه بالإضافة إلى العمل الخير تساعد على ترابطنا مع بعضنا البعض وتعزز من حياتنا الأمريكية التي نشاطرها. أؤمن أن الرئيس يجب أن يحث على الخدمة لكي يساعد الأمريكيين على الإفاء بما قاله السيد كينيدي. أنتم تعرفونه، لا يتعين عليكم أن تطلبوا من بلدكم ما يوفره لكم هذا البلد، ولكن يجب أن تطرحوا على أنفسكم سؤالا، ما هو الشيء الذي توفرونه أنتم لبلدكم؟ هذه مقولة كينيدي، ولكن من الصعوبة بمكان إحداث فرق، لا سيما مع تعقيدات الحياة. والتطوع في بعض الأحيان يمكن أن يكون مرتبطا بأولئك الذين لديهم وقت فراغ مديد. ولكن ماذا لو بالفعل حسننا مما يمكن فعله ووفرنا فرصا للأمريكيين من كافة الفئات العمرية، واستثمرنا في برامج مميزة وعززنا من ريادة الأعمال لكي نضيف عنصرا اجتماعيا لعملهم؟ ماذا لو عززنا من نطاق الخدمة في أمريكا وروح التطوع؟ إذن ليصبح هذا الأمر شيئا منتظما في حياتنا وليس يوما واحدا في السنة، وهذا سيعزز من حياة الأمريكيين. أنا أتحدث دائما عن أمريكا كونها أمة استثنائية. نحن لسنا استثنائيون بسبب حجم جيشنا أو حجم اقتصادنا، نحن استثنائيون بسبب سخائنا و طيبة قلوبنا. منذ 200 سنة فرنسي أتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أليكسيس توتفول. هذا كان الشخص الذي أراد أن يستكشف أمريكا، هذا البلد الجديد. وبعد الثورة أتى إلى هنا وأراد أن يعرف شخصيات الأمريكيين.
رأى الحكومة ورأى الفروع الثلاث، السلطة التشريعية والتنفيذية ومشاكلها والقضائية، ولكن إحدى الأمور التي أثرت عليه تماما روح التطوع، أثرت عليه لأنها جعلت الديمقراطية واعدة ومتنوعة، وهذه الديمقراطية أبصرت النور. إذا ما انتخبت كرئيسة سوف أبني على هذه القوة من خلال الدفع قدما بالخدمة العامة وروح التطوع. إذن هذا ما سأقوم به. أولا دعونا نعزز من برنامج ميري كور ونضاعفه ثلاثة أمثال. هذا كان هدف صديقي والسيناتور العظيم تيد كينيدي، طبعا The Edward M. Kennedy. هذا القانون الذي سمي باسمه يجب تمريره، وفي كل سنة ثمة مئات الآلاف من الاستمارات الجديدة لميري كور. إذا ما وسعنا من نطاق هذا البرنامج من 75 ألف إلى 250 ألف عضو في كل سنة، فإننا سنوفر المساحة لخدمة الوطن من قبل الكثيرين. وأريد أيضا أن أضاعف المنح التي توفرها ميري كور لأعضائها من خلال خدمتهم لمجتمعاتهم المحلية. وأريد أيضا أن أوفر ائتمانات جامعية للطلبة، لأنني أعلم أن ثمة أشخاص ذو مواهب لا يستطيعون أن ينتقلوا إلى الجامعة بسبب ديونهم، ودعونا أن نخفف من وطأة الديون. إذا ما قمتم بالخدمة الوطنية فإننا سنخفف من وطأة الديون التي يمكن أن تستدينوها إذا ما التحقتم بالجامعة، لأنكم تخدمون وطنكم في نهاية المطاف. ودعونا نعمل لكي نجعل الأمريكيين يعملون بدوام كامل إذا ما صح التعبير. ودعونا نوسع من حلقة البيس كور أيضا هذا البرنامج. منذ كينيدي، منذ 55 سنة، هذا البرنامج وفر خبرة مميزة ل 250 ألف شخص أمريكي، وعزز من التعاضد بين الأمريكيين ومئة أمة في هذا الكوكب. نحتاج من الأمريكيين من جميع الفئات العمرية، نريد منهم أن يخدموا الناس ويعززوا من قيمنا وينشرونها في جميع أرجاء العالم. إذن دعونا نوسع من حلقة هذا البرنامج أيضا. ثالثا دعونا نوسع من حلقة الفرص التي يمكن أن توفر ليخدم الأمريكيون مجتمعاتهم المحلية. طبعا الشباب يلعبون دور أساسيا في هذا المقام. تحدثت مع شبان وشابات يعلمون علم اليقين أن الخدمة تؤثر على الكثيرين. الأمر غير مرتبط بوضع علامة صح بجانب مربع ليقول أن هذا المرء خدم هذه المجتمعات، ولكن من الأهمية بمكان أن نعزز من قيمنا. قد يصل المرء من خلال الخدمة إلى فرصة عمل، وأنا أحب طبعا الطرق التي تطرق من خلال الخدمة للوصول إلى المنظمات غير الأهلية والمؤسسات الخيرية والالتزام. أنا طبعا أبهرني رياديو الأعمال الذين يبنون مكونا اجتماعيا في شركاتهم، أي يحسنون أو ربما يتبنون مستشفى أو يتبنون مدرسة ويدفعون مجانيا لقاء توفير العلاج. ولذلك يمكن إذا ما كان لديكم شركة في مجتمع ليست لديه خدمة مميزة، يمكن أن
تمسح ديونك. يتعين علينا أن نجعل الأمر سهلا لريادي الأعمال لكي يصلوا إلى أحلامهم بينما يعزز من قيمهم أيضا. إن الخدمة الوطنية لا يقوم بها الطلاب والشبان فقط، ولذلك أريد أن أخصص 10% من الميريكور وتلك الأرباح لكي تخدم الأمريكيين التي تفوق أعمارهم 55 عاما. دعونا نوفر لهم فرصة لكي يوسعوا من حلقة معرفتهم ويعززوا من مجتمعاتهم. وأخيرا أريد أيضا أن أستحدث وسائل للأمريكيين لكي يلتزموا بدوام جزئي من مساحة البيس كور والميريكو، وأيضا الجيش ينخرط فيه المرء بدوام كامل، ولكن هناك احتياطيين، وهذا يوفر للاحتياطيين مساهمة ذات وقع مرتفع بينما يعملون في أماكن أخرى. وبالتالي دعونا نقوم في هذا في الحيز المدني، دعونا نسمي ذلك الخدمة الوطنية المدنية. والفكرة هي التالي، إذا ما انضميت إلى الاحتياطي الخدمة الوطنية سوف تحصل على تدريب شأنك كشأن الجنود الآخرين، وعندما تحتاجك مدينتك أو ولايتك تطلب حينها. إذا ما كانت هناك كارثة على سبيل المثال والصليب الأحمر يريد الجميع أن ينخرطوا في الاستجابة، أو ربما إذا ما حصلت كارثة ككارثة فلينت، وإذا ما أردنا أن نوفر المياه الشرب للجميع، أو ربما إذا كانت هناك مدينة لديها حملة صحة واسعة لكي تخفف من الإدمان، أو ربما تنهض بالصحة العقلية، فيمكنك أن تلعب دورك كاحتياطي. بعض هذه المهام يمكن أن تنتهي خلال أيام أو ربما أطول، ولكن هذه سوف تتصدى للحاجة الأساسية في مجتمعك. وإحدى المزايا الأخرى أنه يمكنك أن تفي بهذه الحاجة بينما تعمل أو تكون طالبا أو تساعد عائلتك. لا يتعين عليك أن تكون خدمتك الوطنية أولوية. 5 ملايين، هذا هو الرقم الذي نستهدفه ليشمل كافة الولايات، وسوف نفتح المجال للفئة العمرية جميعها، ولكن سوف نركز أيضا على ما دون 30 الذين قالوا أنهم يريدون أن يؤثروا على مجتمعاتهم ولكنهم لا يستطيعون أن يتخلوا على وظائفهم. على نحو مفهوم سوف نعمل مع الحكام، مع الجمهوريين والديمقراطيين، لأنني أريد لهذا البرنامج أن يشمل الحزبين، أن يكون شراكة بين القطاعين الخاص والعام. أريد أيضا أن أدرج الشركات والجامعات والمعاهد التي توفر موارد فريدة في نوعها، ونريد أيضا من الطلبة أن يلحقوا بالركب. المدارس وأرباب الأعمال سوف يدعمونهم أيضا. أعتقد أن احتياطي الخدمة الوطنية يمكن أن يحدث فرقا للمدن والولايات. هناك الكثير مما يكون فعله، وهناك الكثير من المتطوعين. إذا دعونا نسر الهوى، دعوا جهودنا تتضافر. وأعتقد أنكم لم تسمعوا بهذا من خصمي، وأعتقد أن هذا يجلب العار، لأن الخدمة الوطنية كانت دائما وأبدا تجمع بين الحزبين. السيد كينيدي بدأ البيس كور، وزوجي بدأ البرنامج الآخر، ولكن نيكسون بدأ برنامج ثالث، وجورج دبليو بوش استحدث ما يسمى بالخدمة الوطنية الخاصة بالبيت الأبيض، وجورج دبليو بوش وأوباما ناصرا الخدمة الوطنية. هذا يجب أن يكون أمرا ينتقل إليه الجميع ويشارك فيه. وعندما نسمع لما قيل في الحملة الأخرى، يمكن أن يثبت هذا الكلام عزائمنا،
وهذا سيجعل الخدمة الوطنية أهم لكي تتضافر جهودنا ولكي نصبح أقوى. أنا على دراية بأن المرشحين لا يركزون على الخدمة الوطنية في نهاية أو في نهاية الانتخابات التمهيدية. بعضهم قد يقول أن 39 يوما فقط تفصلنا عن الانتخابات، يجب أن تركزي على ترامب ويجب أن تكشفي النقابة عن مواطنه الضعيفة. سأقوم بذلك طبعا، ولكن I've been thinking about this for a long time and I did not want this campaign to end. كنت أفكر في هذا ولم أرد لهذه الحملة أن تنتهي من دون الحديث عن الخدمة الوطنية، لأن هذا يعنيني الكثير. أريد أن أنهي الحملة لأنني أريد أن أتحدث عن أمور قريبة من قلبي، وهذه هي وهذا الموضوع قريب من قلبي. بالنسبة لي الخدمة الوطنية مرتبطة بتعليمات الإيمان، يمكنكم أن تقوموا بالشيء الجيد للجميع بقدر المستطاع. هذه الكلمات أحملها معي منذ أن سمعتها عندما كنت طفلة وحفظتها عن ظهر قلب، ولكن ما جعلني أستمر في حياتي الناس الذين قابلتهم في البلد القائم على المساواة والليبرالية. أعتقد أن جميعنا ذوو قيمة، نحن خلقون بالاحترام، يجب أن نصغي لبعضنا البعض، يمكن أن نترك أثرا في عالمنا جميعا، وعندما تضافر جهودنا لنفي بغرض مشترك يمكن أن نقوم بالمعجزات. ولهذا معا أقوى ليس فقط شعارا ولكنه مسار للعمل. إذن هذا ما أريد أن أقوم به، أريد منكم أن تصغوا لي، أقسم بأن الخدمة الوطنية ستكون جانبا حيويا مهما في رئاستي، وأريد منكم أن تساعدوني لكي تتضافر جهودنا لكي نحل مشاكلنا ونعزز من الروح التطوعية، أن يأتي الأمريكيون ويعنون بالخدمة، لأن الخدمة هي مميزة وتعكس روح أمريكا. أمريكا هي عظيمة لأننا خيرون. إذن ثمة الكثير من الأمثلة، وسوف نضع الأمثلة على موقعي، أولئك الذين ألهمونا أولئك الذين خدموا مجتمعاتهم، ولكن أريد منكم جميعا هنا أن تعرفوا بأن الأمر ممكن، يمكننا أن نقوم بالمزيد ويمكننا أن نوفر الفرص لكي ندرج كثيرين. هناك أمثلة كثيرة في هذا المجتمع وفي المجتمعات الأخرى. 39 يوما تفصلنا على الانتخابات، هذا هو الخيار، هل يجب أن نرتقي إلى السماء أو هل يجب أن نقع في هوة سحيقة، هل نصغي ونحترم لبعضنا البعض أو هل نلوم بعضنا البعض ونسيء لبعضنا البعض ونتخذ من بعضنا البعض كبش فداء. أنا طبعا وبمساعدتكم سوف نظهر في 8 نوفمبر ما هي الولايات المتحدة الأمريكية فعلا. شكرا وبارك الله فيكم.